بالتالي الفود كورت في مدينة نصر هتشوفوا حاجة رائعة جدا 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 يعني. دي طبعا لقطات للكابتن محمود الخطيب وفور وصوله لمقر النادي الأهلي بمدينة نصر وكلامه مع بعض أعضاء النادي الأهلي، فبالتالي أكيد شيء مهم ومميز جدا. التركيز بس مش على جانب واحد في النادي الأهلي وهو مثلا الجانب الرياضي، لأ، في جوانب عديدة جدا جدا نركز عليها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وبالتحديد فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والجانب الإنشائي. خلال الفترات اللي فاتت، خلال السنتين اللي فاتوا بالتحديد، شفنا افتتاحات كتير جدا في النادي الأهلي أو في أفرع النادي الأهلي المختلفة، بداية بافتتاح صالة الكاراتيه الجديدة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وكمان افتتاح صالة الجمباز بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ودي كلكم حضراتكم فاكرين كانت عبارة عن خيمة بيتمرن فيها لاعبي بالتحديد الكاراتيه هو اللي كان خيمة، لكن صالة الجمباز تم تطويرها وتحديثها بشكل رائع جدا، واللقطات كلها هتتعرض معانا لاحقا على مدار الحلقة النهاردة. كمان افتتاح صالة تنس الطاولة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وما كانش فيه صالة لتنس الطاولة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، الأعضاء عارفين وحافظين كويس جدا ان في مدينه نصر بس كان في صاله او موجود حتى الان صاله لتنس الطاوله، وهي صاله في الحقيقه كبيره جدا وممتازه جدا، لكن ما كانش فيه في الجزيره، ودي خطوه من الخطوات اللي عملها مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. كمان في اهلي مدينه نصر النهارده افتتاح مجمع المطاعم بالنادي، ودي خطوه مهمه قوي، هقول لك بقى فين بالظبط الافتتاح ده او فين مجمع المطاعم. لو حضراتكم كلكم فاكرين اللي دخل مقر النادي الاهلي بمدينه نصر عارف كويس قوي مكان التنس، ملاعب التنس زمان القديمة اللي بتطلع لها بسلم كده وتلاقي ملاعب التنس على يمينك وانت داخل من بوابة الرئيسية لمقر النادي الأهلي مدينة نصر. المكان ده ما بقاش ملاعب تنس، بقى المكان ده هو مجمع المطاعم بمقر النادي الأهلي بمدينة نصر. في الحقيقة هو مكان رائع جدا، مرتفع شوية وجيد جدا، وهنشوف لقطات طبعا حصرية لقناة النادي الأهلي بكل تأكيد يعني لهذا المجمع، وهتشوفوا حاجة تفرح وشغل كبير قوي قوي بذل من خلال مجلس إدارة النادي الأهلي وكمان من خلال المستشار الهندسي للنادي وكل هذه الأمور، يعني مجهود كبير جدا في الحقيقة اتعمل. فده المجمع الخاص بالمطاعم في هذا المكان تحديدا، مكان ملاعب التنس القديم. خطوة مهمة، خطوة مميزة، وتلم أعضاء النادي الأهلي كلهم، لان في اعضاء النادي الاهلي اللي بيروحوا الجزيره بيروحوا مدينه نصر بيروحوا الشيخ زايد، يعني هي خدمه لاعضاء النادي الاهلي بشكل كامل، بالتحديد المواظبين دايما على التواجد في مقر النادي الاهلي بمدينه نصر. في الحقيقه كل افرع النادي الاهلي المختلفه على مستوى عالي قوي قوي.